تسأل سائلة فتقول: اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟ يجب على المرأة أن تجتنب ما يختص به الرجال من اللبس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. فلا تشابه الرجال في لباسها، بل تلبس معداده نسوتها ما ليس فيه مشابهة الرجال من أحمر أو غيرها. المهم أنه ليس فيه تشبه بالرجال. نعم، هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى.